رغم مخاوف ذوي الطلبة إلا أن لجنة الصحة والسلامة الوطنية حددت يوم 29 من الشهر الحالي موعدا لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، مخاوف ترد عليها وزارة الصحة بأنها ستطبق الإجراءات الوقائية مع اعتماد فرق جوالة فضلا عن القيام بحملات تعفير يومية وتوزيع المستلزمات الصحية. بعد أن تم وضع الآليات المشتركة ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي، تم اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تم تشكيل فرق طبية من خلال القطاعات الطبية والصحية في المناطق لتوفير فرق الطبية بالمدارس لمتابعة الإجراءات المتخذة. إلغاء عطلة السبت وتحديد يوم واحد في الأسبوع لكل مرحلة دراسية أبرز التوصيات التي ستطبقها وزارة التربية، مع الإبقاء على منصات التواصل عبر الإنترنت والقنوات التربوية دون إجبار الطلبة على الحضور. أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فستعمل على تقديم مقترحات للجنة العليا في اجتماعها المقبل، مع تأكيد مؤسساتها استعدادها لاستقبال الطلبة. يوم بالأسبوع مثلا المرحلة الدراسية للصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع طبعا يلغى يوم السبت كعطلة، يعني يصير يوم دوام، أغلب مدارسنا دوام مزدوج، ولكن إحنا الطلاب من يكون يعني مقسمة على أيام الأسبوع، يعني السدس عدد الطلاب، يعني المدرسة اللي بيها 600 طالب راح يكون 100 طالب يوميا. التعليم مدمج مزاوجة بين التعليم الصفي يعني الحضور بالصف والتعليم الإلكتروني، يعني وهذا تدري يعني هذا الخيار الأنجح والأفضل في ظل هذه الأزمة. حضور الطلبة هو حضور ليس بالزخم العالي الذي قد يؤدي إلى انتشار أوبئة أو كذا، ومتابعة الطالب، فحص جهاز فحص حراري فضلا عن أجهزة تعقيم موفرة بالكلية، يعني اللي داخل يعقم، هذا كل الاستعدادات الأساسية الموفرة الآن. بعد قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بعودة الدوام، تباينت آراء أهالي الطلبة التي تتخوف من تصاعد الإصابات خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة، إذ طالبوا الجهات المعنية بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وتوفير الاحتياجات المطلوبة من كمامات ومواد تعقيم. من بغداد، حسن الفواز، العراقي الإخبارية.